رينا ايه في تطوير المدارس داخل محافظة الفيوم؟ احنا النهاردة في محافظة الفيوم عندنا مدرستين تم تطويرهم وتجهيزهم وتم بناء قدرات والأنشطة الطلابية للطلاب. المدرستين دول كثافتهم الطلابية أزيد من 3000 طالب وطالبة. النهاردة كمان المدرسة تم تجهيزها بالوسائل التكنولوجية اللي مسيرة كمان للنظام التعليمي الحديث، وبالتالي البنك الأهلي مش بس بيهتم بالبنية التحتية والبناء المدرسة كإنشاء، لا كمان بنهتم بالجزء التربوي والجزء الفني، وكمان بندعم الدارسين من خلال البنك الأهلي. موزع النهاردة زي على كل الدارسين عشان فكرة ان كل الولاد يكون عندهم نفس الزي عشان المساواة كمان في الجزء المجتمعي يعني.